بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس التاسع اللي غنتكلمو كيفية تشغيل كارت السيم ديال أورانج ديال الواي فاي كيفاش نخدموها في الهاتف النقل. دابا ندوزو للمتصفح اللي غنشرحو بعض الإعدادات المهمة، ثم ديك الساعة ندوزو للتطبيق. كما كتلاحظو دابا أنا في موقع ديال جوجل، حاليا دابا أنا عندي هذا الإعدادات ديال الدروب بوكس، يعني مباشرة كندخلها هي هادي، ندخلو بلا ما نشرحو هادشي هذا أن سبق لي شرحتو. دابا ندخلو الكود اللي غندخل به المتصفح ديال 192.168.1.1 ديال اي بي، ندخلو الكود ديالنا، كل واحد عندو الكود ديالو سري. الصراحة الطريقة هذه مزيانة إذا كنت ماشي مسافر بلا ما دي معاك يعني جهاز ديال الدار بوكس ديال الواي فاي، كدي معاك الكارطة ديالو كتعملو في التليفون وكتخدم. أنا شحال من واحد خدم لك الكارطة ما خدمتلو شي. دابا غندخلو نوريكم الطريقة الإعداد الأساسية كيفاش تخدمو الكارطة هذه، وكيفاش يعني تخدمو بطريقة سهلة بلا مشاكل بلا صداع. أنا شحال من واحد كيخدم الكارطة هذه وما خدمتلو شي، شحال من واحد دار في الهاتف أيام يقلب أيام قال خصو فلاشي، ما كاين لا فلاش لا والو. طريقة سهلة، دابا حنا حاليا في المتصفح هو هذا كما كتشاهدوا معايا، هذا هو المتصفح إعدادات ديال الشبكة هي الأولى. دابا أنا كنهضر معاكم باللغة العربية باش كاين الناس خصهم يفهمونا. حاليا دابا حنايا أنا ديال البلاصة اللي أنا فيها دابا APN، هذه هي المهمة اللي خصني نشرحها لكم. APN يعني كما كتلاحظوا كارت السيم ديال الدار بوكس ديال أورانج. اذا حذفنا هذه الجمله هذه اللي هي data.orange.im، حذفتها مسحتها مره من هنا وخدمت كارت السين ديال الدار بوكس ديال اورانج، خدمت ديال اللي جات مع الروتر ما تخدمش. علاش؟ لان هذه محذوفه، هذه هي اللي كتخدم كارت السين ديال الدار بوكس ديال اورانج ديال الدار بوكس ديال الواي فاي. اذا دابا حنا خصنا باش ندخلوا للتفاصيل وندخلوا يعني خلاصه، خصنا هاد كارت السيم هادي خصنا نخدموها في الهاتف النقل. باش نخدموها خصنا ندخلوا APN اللي كاينه في الهاتف اللي غنضيفوا فيها هاد الجمله هادي. غندخلوا الاعداد ديال APN ثم ندخلوا باش ندخلوا هاد الجمله هادي ونكتبوها. ديك الساعه غتخدم لنا الكارطه ديال الدار بوكس ديال الواي فاي الروتر، غتخدم لنا بسلام، ما كاين لا مشاكل لا صداع. اذا دابا شرحنا لكم كيفاش كارت السيم ما خدمتش في الهاتف. السبب هو ان خصك تدخل هاد الجمله هادي تدخلها في APN اللي كاينه في الهاتف. اول حاجه غنزولوا كارت السيم اللي كاينه في الجهاز ديال الدار بوكس، ثم غنحاولوا ندخلوها في الهاتف، وديك الساعه غندخلوا الاعدادات APN، ثم ندخلوا هذه الجمله هذه. ديك الساعه اكتبوها وغتلاحظوا بان كارت السيم ديال الدروب بوكس ديال الواي فاي غتخدم لنا 100% في الهاتف، وكونكسيون مزيانه 100%، ويعني صراحه مزيانه اذا كنت ماشي مسافر ولا ماشي شي مطاع، يعني مزيان دي معاك كارت السيم وتعملها في الهاتف. حاليا دابا كاين هاتف فيه كدير جوج كارتي، يعني كارت الاولى ديال المكالمه، والثانيه اذا عندك ديال كارت الشراك كتعملها في الهاتف وخدمها بسلام، ما كاين لا مشاكل لا صداع. اذا دابا نمشيو باش نزورو الكارت من الجهاز، ثم ندخلوها في الهاتف، ثم نقوم بالاعدادات الاساسيه في APN. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الجهاز، غادي نحاولوا باش نزولوا كارت السيم ديال اورانج ديال الدار بوكس، هي هذه. تمام، هذه غنحاولوا نخدموها في التليفون. كتلاحظوا دابا غندورو في الشريحة ديال كارت السيم ديال أورانج، هي هادي. دابا غنديرو في التليفون إن شاء الله ونخدموها معكم. دابا حاليا كنصورها بالتليفون، سمحوا لي. دابا انا حاليا في الهاتف، غادي نوريكم كيفاش تاكتيفو ديك الجمله ديال داتا بوان اورانج بوان ام ا، كيفاش تدخلوها في APN ديال الهاتف. طريقه سهله جدا،
اول حاجه قبل ما ندخلو نشوفو يوتيوب واش خدامه. حاليا دابا يوتيوب مخدم ماشي قبل ما نزيد نطولو. اول حاجه كنمشيو الاعدادات ديال الهاتف، كندخلو للريزو ديال الانترنت اللي هو هذا. من بعد كنمشيو للريزو ديال موبيلي، هنا كنهضو السطر الاخر اللي هو هذا. هنا كاينه APN هي هادي، هنا غندخلو نضيفو الجمله الثانيه. كما كتلاحظوا دابا عندي هنا انترنت .orange.ma اللي هي هادي، هادي خاصه ديال كارت السيم ديال اورانج ديال الهاتف. حنا غنضيفو واحد السطر الثاني اللي غادي يكون خاص ديال داربوكس ديال اورانج داربوكس. اول حاجه باش نضيفو هذا الخيار الثاني غنجيو زائد، كنجيبو ندخلو السميه. حنا عطيو واحد السميه اللي غتكون معروفه، دار بوكس اورانج. هيا انا غنضيفو ديك الجمله اللي قلنا قبيله اللي هي داتا بوان اورانج بوان ام ا، داتا بوان اورانج بوان ام ا. كما كتلاحظوا معايا هذه هي الجمله اللي قلت لكم خصكم تدخلوها في هاد الاعدادات ديال ابي ام باش تخدمكم كارت السيم ديال الواي فاي. كنأكتيفي اوكي، ها هما دوك مسجلين عندي. هنا غنجيو ثلاثة نقيطات باش نأنجستري. هاهي طلعت من تحت كما كتلاحظوا معايا، دابا هاهي من تحت غنحاولو نأكتيفيوها. دابا إن شاء الله خدمنا بإذن الله سبحانه وتعالى. غادي نمشيو ليوتيوب، هاهي خدام كما كتلاحظو الكونكسيون خفيفة، يعني مزيانه يعني خفيفه يعني ماشي ثقيله. شوفوا سرعتكم شحال واصله. كما كتلاحظوا دابا انا كنعمل تيست باش نشوف الكونيكسيون واش خفيفه. لاحظوا معايا الكونيكسيون ممتازه يعني خدامه مزيانه، كارت السيم ديال الجهاز ديال الواي فاي خدامه في الهاتف ممتازه الصراحه، يعني الصراحه يعني 100% حتى في الصبيب راه طالع مزيان. احسن حاجه هي الا كنتي غادي تسافر شي حاجه كدير معاك غير كارت السيم ديال الجهاز ديال الواي فاي كتخدم عاديه في التليفون كتخدم لك مزيان. وصلنا في نهاية الفيديو، كنتمنى يكون هذا الموضوع مستفدنا منه مزيان لأن هذا الموضوع مهم بزاف. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله وموضوع آخر إن شاء الله يكون مهم بزاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.